أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها، معهد الحرب الإلكترونية، إسكان ظاهر، جبل الكعبة، إسكان مدينة نصر الجديدة، الهجان، المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الخامسة عصر الجمعة وحتى الخامسة صباح السبت بسبب القيام بأعمال الصيانة. وكمان في شكاوى من مواطنين بيعانوا من انقطاع المياه لفترات طويلة يوميا تتجاوز 18 ساعة بطريق الخزان في محافظة أسوان. للمزيد من التفاصيل معنا الآن السيد محي الصرفي المتحدث باسم شركة المياه. صباح الخير يا أستاذ محي. صباح النور يا فندم. سبب انقطاع المياه في الفترة الحالية في الكثير من المناطق؟ في أسباب طبيعية، أن أنا قبل دخول الصيف لازم في بعض التحويلات بعملها. النهاردة التحويلة اللي هي موجودة اللي حضرتك أزعتيها اللي هي هتبتدي من بكرة إن شاء الله الساعة 5، اللي ديت معموله على اساس ان احنا بنغير مسار خط 1000 ملي اللي جاي من رفع الاستثمار، اللي هو المفروض الخط دوت كان ماشي في منطقه للاسف كان تملي، لو حصل فيها كذا ما كناش بنشعر الا بعد اكثر من كذا ساعه عقبال ما تتملي الاماكن ميه، اماكن ما كناش بنقدر نوصل لها عشان نقوم بالاصلاح. احنا غيرنا المسار دوت، فاحنا ناقصنا ربط الخط، فاحنا بنعمله على اساس دخله رمضان الصيف، يبقى انا كده اهوت عندي خط جديد بقدر ان انا احمله بالميه بدلا من الخط القديم اللي كان ممكن بيكسر كل شويه. دي حاجه ماشيين عليها. في تطهير للصرف الصحي يستلزمه برضو قطع ميه اللي في بعض الاماكن اللي بيطرب زي ارض بيجام، زي احمد عرابي، ام بيومي، ده بيستلزم ان احنا نقطع الميه ونطهر الصرف الصحي. فبالتالي برضو دوت، لان حضرتك عارفه ان ضغط العمل في رمضان بيبقى ليه ساعات ذروه معينه، دوت احنا كل دوت بنشتغل للصالح او لان احنا ما نبقاش في ازمه ساعه يعني لما يكون في اي كسفه او اي تحت امرك. استاذ محي، يعني في شهر رمضان ان شاء الله مش هيكون في انقطاع للمياه في هذه المناطق او حتى في اماكن اخرى؟ حضرتك يا فندم، احنا كان عندنا مؤثر في حدائق الاهرام، كان لقينا في معاناه في توصيل الميه عندهم في الجزء دوت مع كومباوند الاشجار. حضرتك انا بقول لحضرتك الحمد لله احنا اتفقنا مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ان احنا هناخد كميه ميه ازيد بحيث ان هي هتضخ على حدائق الاهرام وتنتهي المعاناه بتاعتهم خلال 48 ساعه. هيكون الحل ده خلص وهتبقى الميه متواجده عندهم على مدار الساعه. يعني يا فندم خلال 48 ساعه من دلوقتي، يعني خلال ان شاء الله يومين مش هتنقطع المياه مره ثانيه؟ تاني في حدائق الاهرام بالذات يا فندم، انا عارف ان حضرتك برضو في اهالينا هناك لان احنا متابعين الاهرام والاشجار. الاشجار كنت لسه جاي لحضرتك، والاشجار والمنطقه دي كلها اللي كانت بتعاني، المناطق دي كلها جبنا لها ميه بالاتفاق مع هيئه المجتمعات العمرانيه ان في كميات ميه هم مش محتاجينها، ممكن نوجهها في الاتجاه دوت ان شاء الله يا فندم وتتحل مشكله هضبه الاهرام ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محي الصرفي المتحدث باسم شركه المياه، شكرا على المشاركه معنا.